صباح الخير. في البداية سلام للجميع مع قناتكم قناة الملكة والأمير. في أول الأمر إحنا لا ننشر قضائح ولا نسيء لأحد ولا نسيء لأصحاب الأعمال ولا نسيء لأي وظيفة ولا نسيء أو نقصد شخص بعينه أو شخصية بعينها، ولكن ماذا فعل صاحب العمل مع السكرتيرة بالشركة؟ وماذا وعدها؟ وما كانت النتيجة؟ وكان مصيرها مصير صادم. القصة هي واقعية ومثيرة. عرض عليها أن تكون سكرتيرة بمرتب مغري، وبعدها كانت المفاجأة. قصة واقعية مثيرة. عرض عليها أن تكون سكرتيرة بمرتب مغري، وبعدها كانت المفاجأة. تعد واحدة من أجمل القصص، تتحدث بالتفصيل عن صفات هذه الشخصية. والقصة أنها كانت فتاة قبل التحاقها تركت قبل أن تلتحق بالمدرسة الثانوية، واضطرت للعمل كبائعة في محل لبيع الملابس الجاهزة، وكان مصيرها يريد من صاحب المتجر أن يرسلها، يبعتها لتاجر كبير عشان تستلم البضائع الجديدة. والتاجر بمجرد ما شافها وقعت عينه عليها، وقع في الأسر ووقع في نفسه وقلبه، فقرر أن يحصل على هذه الفتاة مهما كلفه الأمر. التاجر يبلغ من العمر أكثر من 60 عاما، بقرب من السبعينات، وكان من عائلة معروفة، وله زوجة له ولديه أولاد، وتتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما، وفتاة في 14. وكان يسكن في أرقى أحياء القاهرة، وقرر الرجل أن يحصل على هذه الفتاة بأي ثمن. فبدأ رحلة أن يحولها ويحاصرها. بدأ بزيارتها في المحل بحجة أنه كان يمر بالقرب من المتجر، ثم همس في أذنها لكي تحضر إليه بالشركة لأمر مهم. وحين أتت إليه راحت له، سألها صاحب الشغل بيديك كام؟ قالت له بيديني تقريبا القرب من 7000 جنيه. أجاب على الفور وقال لها أنا هدفع لك 10 أضعاف، هديكي مبلغ عمرك ما هتحلمي بيه، ما لا يقل عن 60000 جنيه. البنت جالها ذهول وقال لها انت هتشتغلي عندي سكرتيرة بدل ما تبقي شغالة بيع. وافقت الفتاة على الفور، ولم تمر الأيام لحد ما جالها وقدم لها عرض مباشر وقال لها اسمعي يا بنت الحلال، أنا عايزك زوجة ليا حسب سنة الله، وضع الاجتماعي وزوجتي وأولادي مش هيسمحولي إن أنا أتجوز جواز علني، ولكن ممكن نتجوز جواز عرفي وأجيب لك شقة مش هتحلمي بيها طول عمرك. وقبل ما تطلب وقت للتفكير قدم لها خاتم وقلادة ذهبية، وكانت سعيدة جدا. ثم سألتهم لكن ألا تتقدم بخطبتي من عائلتي؟ أجاب وقال لها أبوك ميت وأمك مش هتمانع، وأنا لا أريد إن حد من قرايبك يعرف بهذا الكلام. عاشت هذه الفتاة وكان يحضر بيت الزوجية السري نهارا فقط وبشكل غير منتظم، لكن الليلة كانت تقضي مع عائلته الأصلية.
كان بينام مع عيلته الأصلية. بعد سنة بدأ اللامبالاة تسود في العلاقة، أصرت على شيء ورفض، وكان رفضه قاطع تحول اللامبالاة إلى نفور، ثم تفاجأت به بعد خلافات بينهم. خرج العقد الزواج العرفي ومزقه وأعلنها بالطلاق، ثم يعطيها عقد الشقة ويخبرها أن أو يخبرها إن إيجار الشقة هينتهي بعد شهرين. كانت الصدمة قاسية على هذه الفتاة، وهي كانت معتقدة إن الشقة دي من ضمن ممتلكاته وإنها ملك لها. وجدت نفسها مطلقة وعادت إلى منزل والدتها مع تعويض مالي بسيط فضل عليها دفعها مقابل للمشاكل والخلافات. شعرت هذه الفتاة بخيبة أمل شديدة وندم شديد على ما فعلته، ولم تجد أمامها سوى التوبة والعودة إلى الله، فهو وحده القادر على نسيانها كل ما مرت به وتعوضها عن كل الخير. بالإشارة إلى ما تحدثنا عنه سابقا حول موضوع قصة لهذه الفتاة الواقعية المثيرة، عرض عليها أن تكون سكرتارية بمرتب مغري. بإمكانكم أيضا متابعتنا على هذه القناة، قناة الملكة والأمير، ومنتظر وتقولوا لي إيه هي اللي طلبته منه عشان كده أفسد الزواج من أوله لآخره. وهنكمل بمسيرتنا بسنقصار اليوم، وكل الشكر وكل الحب ليكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. صباح الخير، سلام للجميع، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. كالمعتاد وكل يوم السنكسار الخميس 26 يناير 2023، 18 من شهر طوبة. اليوم 18 من الشهر المبارك طوبة، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء وإطمئنان. مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي، أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 338 ميلاديا تنيح القديس يعقوب أسقف نصيبين، ولد بمدينة نصيبين وتربى فيها وكان سرياني الجنس، واختار منذ صباه سيرة الرابنة، فلبس مسحا من الشعر تقي به حر الصيف وبرد الشتاء عشان يتقي من هذا الشيء، وكان طعامه نبات الأرض وشراب الماء فقط، لذلك كان نحيلا جدا، ولكن كانت نفسه نامية مضيئة، ولهذا استحق نعمة النبوة وعمل المعجزات، فكان يخبر الناس بما سيكون قبل حدوثه. أما آياته ومعجزاته فكثيرة جدا، منها أنه أبصر يوما نساء مستهترات يمزحن بدون حياء عن عين الماء، وقد حللن شعورهن لأجل الاستحماء، وصلى إلى الله فجب ماء العين وبيض شعر النساء، ولما اعتذرن إليه نادمات على ما فرط منهن صلى إلى الله فعاد ماء العين، وأما الشعر فبقي أبيض. ومنها أنه اجتاز يوما بقوم مددا إنسانا حيا على الأرض وغطوا كأنه ميت، وسألوا القديس شيئا من المال لتكفينه، ولما رجعوا إلى صاحبهم وجدوه قد مات حقيقة، فأسرعوا إلى القديس تائبين عما افتركوه، فصلى إلى الله فأحيا. ولما شاعت فضائله اختير أسقفا على مدينة نصيبين، فرعي رعية المسيح أحسن رعاية وحرصها من الذئاب الأريوسية، وكان أحد المجتمعين في مجمع نيكيا سنة 325 ميلاديا، ووافق على الطرد ونفي أريوس. ولما حاصر صابور ملك البرس مدينة نصيبين، جلب الله بصلاة هذا القديس على ملك البرس وارتد بجنوده عن المدينة. ولما أكمل القديس جهاده الحسن تريح بسلام، صلاة تكون معنا ربنا المجد الدامامين. وبمثل هذا اليوم أيضا تذكار ماريا ومرسى أختي العازر حبيبة يسوع، وصلاتهما تكون معنا، أمين. وبمثل هذا اليوم أيضا تذكار نياحة القديس أنبا أندراوس أبو الليف بن قادة، صلاته تكون معنا، أمين. وربنا المجد الدائم، أمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، أرجو الاشتراك إن أحببتم، شكرا لكم، كل الحب لكم.